السلام عليكم شباب. شباب الفيديو دوت هيكون فيه شرح كامل لطريقة استخدام مبرمج التاج جراف CD400 وازاي نستخدمه في المعايرة السرعة على سيارة على شاحنة. الفيديو ده هيكون من الفيديوهات المهمة جدا وهيكون مفيد ليكم جدا، تابعونا في الفيديو. احنا هنستخدم في المعايرة شاحنة فولفو، هنقوم بتحريك الشاحنة مسافة 60 متر زي ما موضح في المخطط. طبعا احنا بنجهز التاجوغراف ونعمل عملية ادخال للمسافة اللي هي 60 متر اللي احنا هنعمل عليها المعايرة. اول شيء هندخل مسافة المعايرة اللي هي 60 متر زي ما احنا شايفين. احنا هنحرك السيارة مسافة 60 متر وعلمنا اوريدي على الطريق المسافة 60 متر احنا هنتحركها بالشاحنة. الخطوة الثانية اللي احنا هنبدأ بتوصيل التاجوغراف، مبرمج التاجوغراف مع التاجوغراف على الشاحنة. هنا بنوريكم ازاي بنوصل مع التاجوغراف. مجرد ما بنوصل الفيشة التاجوغراف بروجرامر بيشتغل ونبدأ عملية ادخال. ان احنا بنختار الميجر W وبعدين نختار مانيوال وبعدين نغير المسافة المحددة. هنا كانت 20، هنغيرها ونخليها 60 متر. واحنا علمنا على الطريق في الارض في خطين هنتحرك ما بينهم اللي هي مسافة 60 متر. الخطوة التالية اللي احنا هنبدأ نتحرك بالشاحنة. طبعا احنا بعملنا ستارت، هيبدأ الجهاز يعمل بلس، يعني زي ما انتم شايفين كان بيدي اشارات. طبعا اشارات دي جاية من حساس السرعة. احنا بنتحرك حاليا بالشاحنة مسافة 60 متر عند الشخص اللي واقف دوت. ده نهاية الخط اللي احنا المفروض نقف عنده. زي ما انتم شايفين البلسات عمالة تزيد، ده عدد الاشارات او النبضات الكهربائية اللي يبعتها الحساس السرعة لمبرمج التاجوغراف. هنا وصلنا حوالي 583 بلس. زي ما انتم شفتم خلال التحرك بالشاحنة مسافة 60 متر الجهاز سجل الدبل فاكتور اللي هو 583 نبضة كهربائية او اللي احنا بنقول عليها بلس، وبناء عليها تم احتساب الكي فاكتور اللي هو عدد النبضات خلال 1 كيلو يعني 1000 متر اللي هي شفناها على الشاشة 9716. الخطوة اللي بعدها اللي احنا هنعمل موافقة على تسجيل الأرقام الجديدة اللي هو الكي فاكتور الجديد، وده المهم بالنسبة لنا لأن ده يعتبر هو المعامل اللي بيحسب سرعة السيارة لكل كيلومتر. يعني 9716 هو عدد النبضات أو البلسات اللي التاكوجراف استلمها من حساس السرعة. حاليا احنا هنبدأ نعمل كمان مقارنة بالسرعة الفعلية مع سرعة، احنا طبعا بنستخدم هنا موبايل جي بي اس. هنبدأ اللي احنا نتحرك بالسيارة ونشوف عداد السيارة والجي بي اس بيعطينا السرعة كام. زي ما انتم شايفين يعني السرعة تقريبا متطابقة 100%. طبعا مجرد ما بنتحرك وبنمشي مسافة محددة ونبدأ نثبت السرعة الأرقام بتثبت أكتر. زي ما انتم شايفين 16 17 هنا برضه نفس الشيء 18 20 سرعة 20 برضه عملناها مرة تانية على سرعة مختلفة. تمت الموضوع ما شاء الله بنجاح. في الحالة دي بيكون عداد السيارة بيقرأ فعلا السرعة الفعلية اللي بتمشيها السيارة، وهو ده الغرض من البرمجة اللي احنا نظبط سرعة السيارة الفعلية مع سرعة العداد عشان ما يحصلش اي اختلاف ما بينهم. لان الكي فاكتور ده لو مكتوب غلط هيكون ممكن السيارة تمشي بسرعة والعداد يقرأ سرعة مختلفة، ممكن تكون اقل او اكتر. الخطوة دي احنا وصلنا اللي هو التاكوغراف سيميليتور وعملنا عليه نفس نفس المعايرة. فنقدر نعمل المعايرة على التاكوغراف سيميليتور مباشرة، او احنا ناخد بقى الرقم اللي احنا سجلناه من المعايرة السابقة ونسجله على التاكوغراف سيميليتور. ندخل على الكي فاكتور ونغير الكي فاكتور ونكتب الرقم اللي هو 9716 اللي هو احنا احتسبناه في المعايرة الاولانية. وكده يبقى احنا عملنا عملية
معايره 100% بنسبه دقيقه جدا لسرعه السياره مع العداد. ومره ثانيه بنعمل تجربه، هنا الحاله دي احنا بنعمل تجربه على السيميليتور تاجوجراف، اللي هو محاكي التاجوجراف او بديل التاجوجراف، في بعض الناس بيقولوا عليه بديل التاجوجراف. زي ما انتم شايفين احنا ماشيين بالسياره وبنقيس السرعه، والسرعه متوافقه مع العداد، السرعه الفعليه للشاحنه هي نفس سرعه العداد. طبعا الموضوع دوت بيعمل مشاكل في حاله لو غيرنا مثلا مقاسات الطواير، المقاسات اكبر او اصغر، لازم نعمل المعايره ديت باستخدام جهاز مبرمج التاجوجراف، ودي من الحاجات المهمه. زي ما انتم شايفين بدات السرعه تكون متطابقه ما بين سرعه السياره الفعليه اللي هي عن طريق ان احنا شايفينها على الموبايل بالجي بي اس، وسرعه العداد زي ما احنا شايفينها. وطبعا دي من الحاجات المهمه بالاخص لو احنا غيرنا مقاس الاطارات وركبنا مقاسات اكبر او اصغر، فبنضطر نعمل المعايره ديت عشان نقدر نظبط السرعه. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا بيه، وكان معكم مهندس أسامة سعيد، وشكرا ليكم، وان شاء الله تابعونا في فيديوهات اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.